اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، مع اليوم ان شاء الله درس جديد. كيف ما شفتوا من بعد مسبق لي وشاركت معكم المرحله كيفاش كنخدموا هذه الجوزه طويله على هذا الشكل هدايا، دابا ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم الطريقه ديال الزوق ديال هذا الشكل اللي كيجينا على شكل سبوله. يتبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تشوفوا الطريقه والمراحل، وكنتمنى ان الدرس ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما كيف ما شفتوا معي من بعد ما كنت شاركت معكم الطريقه ديال هذه الخدمه هدية، دابا ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه كيفاش غنقيو باش غنزوقوا هاد الجوزه اللي كتجينا طويله على هاد الشكل هدايا. انا غنعمل هاد الخيط عندي هنايا هو اللي غنعمل معاه باش يجي باين في الزوق، مبروم على 3 ديال الشعرات. نتوما الا بغيتو تعملوه على 4 راه بالامكان على 4، انا هنايا عملت غير على 3، نتوما تيبقى لكم الاختيار. غنجي هنايا هاد العوينه اللي عندي هنايا، هاد العوينه هادي وهادي عندي فوق منهم، هادي اللي بديتها هنايا غنجي مباشره وغنهبط تحت منها. عندي هنايا ها واحده وغنجي ونمشي هنا ها واحد وغنجي في الثانيه، يعني هنا عندي جوج، وغنجي وغنطلع لي بلا من تحت بهذا الشكل، ومن بعد غنجي مباشره لهاد الجهه اللي مقابله معها وغنهبط وغنثبت لي الخيط ديالي. صافي بهذه الطريقه هادي. دابا عاوتاني غنجي اللي تحت منا بحال هذا الشكل هدايا، وغنجي مباشره اللي مقابله معها من هنا. عاوتاني غنجي اللي تحت، دابا هنايا عندي واحد جوج ثلاثة، عاوتاني غنضرب هنايا وغنجي عاوتاني أربعة وغنضرب عاوتاني هنايا. هانتوما كيف ما شفتو من بعد ما عملت لي أربعة، دابا غنجي وغننقص. كنت بديت غنجي هنايا، يعني ملي بديت من هنايا دابا غنجي وغنقص من هنا بحال هذا الشكل. عاوتاني غنجي عندي غرزه هنايا وغنجي هنا. دابا غنعمل لي مربع، عاوتاني نفس الشكل هانتوما كيف ما شفتوا معي. دابا من بعد ما كملت لي هذا المربع ديالي هدايا، غنجي وغنبدا نخدم بحال هذا الشكل هدايا على هذا الشكل. دابا غنبدا من هنايا، غنجي هنايا هانتوما كيف ما شفتوا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، وغنجي وغنبدا من خمسة. هنايا عندي خمسة غنبدا منها، غنجي نعمل بحال هاد الطريقة هادية، وغنجي غنهبط مع هاد السطر نيشان وغنجي غنلقى هنا. دابا عندي هادو ما هنايا عندي تحت منهم واحد الغرزه، غنجي وغنهبط تحت منها بهاد الشكل بهاد الطريقه. غنهبط هاد الخط هذا كامل وعاد غنرجع باش غنخدم هاد الجهه هاديه. هانتوما بحال هادي. عاوتاني دابا غنهبط هنايا لتحت باش هاد الزوقه هدايا تيجينا على شكل سبوله. صافي كنبقاو مهبطين هاد الجهه هادي كامله، عاد كنرجعو باش غنخدمو
جهه اخرى. خدت لي اخر وحده هانتوما كيف ما شفتوا. من بعد ما هبطت هاد الجهه هذه يعني بحال هاد الشكل هذايا، دابا غنجي وغنخدم هاد الجهه اللي عندي من هنايا. من الاحسن باش ما تخربقوش في الخدمه غتبداو من هنا من الفوق، طلعوا من هنا من الفوق ماشي من هنا من تحت، حيت الا بديتو من هنايا يقدر يتخربقكم العبره. فاللهم غتبداو من هنايا. دابا غنجي وغنبدا نفس الطريقه اللي عملت هنايا، واحد جوج ثلاثة أربعة الخمسة خدمت فيها حتى هنا هكاك. عاوتاني غنعمل واحد جوج ثلاثة أربعة والخمسة غنبدا بها. دابا من بعد ما عملت هنايا غنجي وغنضرب عاوتاني هنايا، يعني مع اللي ضربتو في الاول بهذا الشكل. عاوتاني غنجي اللي تحت منا ونضرب عاوتاني هنايا وتاني غنجي هنايا صافي. هذه هي الطريقه اللي كنبقاو خدامين بها حتى كنكملوا الزواق ديالنا بهذا الشكل هدايا، كيجينا على شكل سبوله. صافي من بعد ما كملت هذا هو الشكل ديالنا كي كيجينا، كيجينا على هذا الشكل هدايا. كنتمنى ان الدرس ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده والمتابعه، نتلاقاو ان شاء الله في درس جديد.